كم كلامنا مستمر عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي في الدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا. كلام كتير طبعا، أكيد الصحافة الرياضية بيبقى ليها سبوت أو يعني تأثير أو كلام كتير جدا في هذه المباراة، من حتة الجزء التحفيزي ومن جزء قراية المباراة ممكن يبقى عامل ازاي. يعني أكيد هيكون كلامي مع واحد من النقاد الرياضيين المميزين في مصر، أكيد يعني كلامه هيبقى مميز بالنسبة لي، ودائما كلامه مميز بالنسبة لي. أستاذ خالد العاشي، برحب بحضرتك النقد الرياضي الكبير. أهلا بيك. مش النقد الرياضي الكبير اللي انت تقوله ده هو اللي كبير قوي حبيبي، لا بجد والله، يعني اخويا كمان كبير يعني. الله يعزك، بس يعني بيلخبط الواحد، بيسمع كلام اكبر مما يتوقع، ف ازاي لا بحس ان انا بتبدل وانا قاعد قدامك على الترابيزه. منور طبعا باستمرار استاذ معانا هنا في قناه الاهلي، استاذ الاهلي. يعني مباراه مهمه، يعني احنا عندنا كذا حاجه نقدر نتكلم فيها النهارده، لكن تمام. الاهم هو مباراه النجم والاهلي في هذه او هذا الدور في دوري ابطال افريقيا، والامل موجود عند الجمهور بشكل كبير من خلال الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية في تونس للمرة الثانية في خلال أسبوع. فبالتالي رأي حضرتك في المباراة وتوقعاتك برضو بشكل ما هي كبير. هي المرة الثانية ديت هي اللي عاملة ضغط. بالك احنا قاعدين هنا متابعين أخبار، بنتفرج على لقطة في التلفزيون، بنسمع بنشوف خبر في جورنال، بنسمع خبر في الراديو، لكن مش عارفين مدى الضغط اللي عايشه حسام البدري وجهازه المعاون واللعيبه هناك في تونس. احساسك انك انت كنت طالع بشحنه جامده قوي ماتش الترجي ده، احنا حسينا في لحظه ان هو النهائي، وده طبعا احساس خطير مش سهل، لان انت وارد وانت بتتعامل مع انا هستاذنك خالد، لان لازم اروح لتونس معايا زميلي امير هشام، ويعني رساله مهمه جدا احنا لازم نحييه خلال تواجده هناك. امير اتفضل. امير يا كابتن فاروق، وتحياتي لضيوفك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، واكيد يوم جديد بيواصل من خلاله النادي الاهلي استعداداته لمباراه نصف النهائي وذهاب هذا الدور امام فريق النجم الساحلي التونسي. اكيد استعدادات قويه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لكن خلينا بالتحديد نتكلم عن برنامج الفريق النهارده. لكن بدايه خلينا اقول لك ان المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي وصل صباح اليوم لوصل رئاسه هذه البعثه طبعا، وبالتحديد في المباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي التونسي. لكن خليني اقول لك ايضا ان طبعا برنامج فريق النادي الاهلي النهارده يمكن كان فيه بعض او كان فيه طبعا صلاه الجمعه الخاصه بفريق النادي الاهلي صباحا، بعديها كان في ميعاد الغداء، ايضا بعديها كان في مران الفريق اللي هو كان في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت تونس، 7 مساء بتوقيت القاهره. اكيد كان مران مهم جدا، شارك فيه جميع اللاعبين بشكل جيد فيما عدا حسام عاشور واحمد الشيخ، واحنا عارفين ان هم يمكن بيعانوا من اصابات مختلفه. لكن خليني اتكلم على المران في البدايه وملامح المران. يمكن مران النهارده كان في بعض الجوانب البدنيه وبعض تدريبات الكره المعتاده بالنسبه للكابتن حسام البدري وايضا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. مع نهايه المران كان في تقسيمه قويه جدا شارك فيها جميع لاعبي النادي الاهلي وادوا تقسيمه بشكل جيد جدا جدا، وواضح ان هم ان شاء الله جاهزين للمباراه. طبعا قبل ما نرجع لامير ليستكمل معانا طبعا كلامه على الفريق وتجهيزاته من خلال وجوده في سوسه واولى التدريبات النهارده، ووجود طبعا المهندس محمود طاهر ان شاء الله يبقى فيها الخير بامر الله. استاذ خالد، استكمالا لكلام حضرتك ومباراه الاهلي والنجم الساحلي، بقول اللي كان بيخوفني، وانا اعتقد يعني مخاوف طبيعيه مش لازم تكون واقعه، يعني احساسنا انه ماتش الترجي ده النهائي. اما بتيجي تلعب حاجه انت بتحس ان هي نهاية الطريق أو نهاية المشوار، بتفرغ كل طاقتك، بتطلع كل مخزونك. ليه؟ لأن أنت بتحس أنه خلاص أنا النهاردة آخر يوم صيام وبكرة العيد، صحيح، يعني أو فاضل 10 دقايق ربع ساعة والمغرب يأذن، بتبقى في نوع من التركيز العالي قوي، من الرغبة في أنك أنت زي ما بنقول تبذل أقصى جهد. ولما بتحقق المطلوب أحيانا، وده بيحصل مع ناس كتير جوه وبره على مستوى العالم مش في مصر فقط او مش لعيبه النادي الاهلي فقط، بيحصل عندك عمليه ارتخاء، عمليه هدوء، تحس انك انجزت، تحس انك انت خدت من الجمهور كلمه الاعجاب وكلمات الاطراء والاشاده، وان انت حققت الصعب، ولو لا قدر الله لو حصل اي حاجه وحشه بعد كده ما حدش يلومه، خلاص انت عملت المستحيل. ده مفهوم طبعا انا متاكد ان هو كابتن حسام بدري واخد باله منه وفاهمه، واعتقد دوره الاهم من الدور الفني والدور التكتيكي في الملعب واختيار التشكيل هو ازاي. طب خالد، يعني انت قصدي حضرتك ان انا بعد مباراه قويه كده ممكن الفريق او حته انه يهبط شويه؟ لازم يهبط،
وهو عارف ان في مباراه لازم يهبط، اصل دي حاجه نفسيه. ملاش بص، مش القضيه، مش القضيه مش قضيه علم، ما انا جاي لك في الكلام. القضيه مش قضيه علم. كلنا نعلم ان مين اللي بيطبق العلم، مين اللي بينفذ، مين اللي عنده القدره انه يحول من كلام لفعل على ارض الواقع، هي دي الكارثه. ما احنا مثلا لو اتكلمنا علينا احنا كمصريين، احنا احسن ناس بنتكلم ونحلل صح، وبندي اراء وانطباعات وعندنا ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا فكره او بعت لنا مشروع الفيسبوك عشان الناس يعني تسترسل بما يطاق وبما لا يطاق، يعني كل واحد عايز يقول اي حاجه بيقولها. اللي عندنا حاله نهم، حاله جوع في ان احنا نتكلم ونحلل، نتكلم صحيح. انما مين يترجم ده على ارض الواقع؟ ده صعب. المنطقي والطبيعي والعلمي ان لازم يحصل عندك حاله هبوط. مش دي القضيه، عشان كانت مباراه صعبه ومباراه وحمل وجمهور في مصر وضغوط وماتش مهم والترجي وانت متعادل هنا وهتخرج بدري، ده انت لسه في دور الثمانيه وحاجات كتير جدا بتحصل طبعا. فاوتوماتيك انت بيحصل عندك هبوط وده طبيعي. الشطاره بقى انك ازاي تتعامل مع ده وتجدده وترجع الحاله اللي هي قبل ماتش الترجي. هو ده بقى، هو ده الشغل بقى. انك انت ازاي تمسح باستيكا الماتش اللي فات بمقدماته وتوابعه وتبدا تهيئ نفسك صحيح للقاء الجديد. لان هقول لك حاجه استاذ خالد، انت كنادي اهلي لو لا قدر الله طبعا خرجت من الدور ده كانك ما عملتش حاجه، انت مطالب بوصول النهائي وحصول على البطوله واللقب. اللقب يا صحيح كابتن محمد، النادي الاهلي بيتعامل مع لقب، بيتعامل مع انجاز، بيتعامل مع رقم. النادي الاهلي ما بيتعاملش مع ما انا عملت كذا وكذا وده كويس، لا، لانه يعني لو دي لو ثقافه النادي الاهلي ما كانش يبقى نادي القرن، ما كانش يبقى النادي اللي على القمه. ليه؟ لان دي ثقافه نادي يقول لك كده كويس الحمد لله، ده كده رضا، كده رضا. دي بتفضل تنزلك 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 لحد ما تنزل. معلش استاذ خالد، اروح لامير مره ثانيه. اتفضل امير. تحية بيك يا كابتن فاروق وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا زي ما قلت لك يمكن حسام عاشور خلاص النسب بقت صعبه شويه انه يلحق المباراه، مباراه النجم الساحلي ان شاء الله. هيكون في محاوله من خلال تدريب الغد، يمكن حسام النهارده عمل بعض التدريبات العلاجيه وبعض التدريبات اللي ممكن من خلالها او اختبار طبي من خلاله ما قدرش ان حسام عاشور ان هو يكمل المران، او ما قدرش ان هو يجري حوالين الملعب بشكل طبيعي، فبالتالي اشتكى الكابتن او لدكتور خالد محمود. بالتالي هيكون في محاوله اخيره بالنسبه لحسام عاشور بكره ان شاء الله في مران الفريق، لكن الامور بقت صعبه خلاص بالنسبه لحسام بنسبه كبيره، خلاص مش هيلحق مباراه النجم الساحلي. بالنسبه لاحمد الشيخ، احمد الشيخ النهارده ما اتمرنش خالص مع فريق النادي الاهلي، كان ليه بعض التدريبات العلاجيه هنا في فندق الاقامه في سوسه، وكان ليه بعض التدريبات بالتحديد في حمام السباحه، وهي تدريبات اكيد استشفائيه، خصوصا ان احمد الشيخ زي ما احنا عارفين عنده تقلصات في عضله القطنيه اسفل الظهر، فبالتالي ايضا احمد الشيخ خلاص بقى خارج حسابات الجهاز الفني بالنسبه للمباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي. لكن فيما عدا ذلك جميع لاعبي النادي الاهلي جاهزين جدا لهذه المباراه النهارده، ادوا تدريبات بشكل جيد جدا تحت اشراف كابتن حسام البدري والجهاز الفني. ده هيخلينا طبعا نتكلم عن التشكيل المتوقع بالنسبه للنادي الاهلي المباراه المقبله ان شاء الله. خليني اقول لك ان هيكون في حراسه المرمى شريف اكرامي، اثنين في خط الدفاع رامي ربيعه، هيجاوروا سعد سمير، هيرجع سعد سمير في هذه المباراه طبعا مكان محمد نجيب، خصوصا ان سعد خلاص جاهز تماما وبيأدي تدريبات بشكل قوي جدا النهارده او خلال الثلاث اربع تدريبات اللي فاتوا. هيكون ناحيه اليمين احمد فتحي، ناحيه الشمال علي معلول، في نص الملعب هيكون عمرو السوليه، وهيجاوروا هشام محمد، ده طبعا بسبب اصابه حسام عاشور زي ما قلنا بنسبه كبيره، خلاص حسام عاشور خارج المباراه. هشام محمد، عمرو سليه، هيكون امامهم عبد الله السعيد جونيور اجاييه ووليد سليمان، والمهاجم الوحيد هيكون وليد ازارو. ده التشكيل المتوقع والاقرب بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه الهامه. اكيد نتمنى لاي حد هيبتدي يا كابتن فاروق ان هم ان شاء الله يقدوا بشكل جيد جدا ويواصلوا من خلال هذه المباراه هذا المشوار الافريقي الهام جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي. خليني اكمل لك بقى برنامج الخاص باليوم النهارده. يمكن النهارده بالتحديد من حوالي نص ساعه كان موعد العشاء بالنسبه لفريق النادي الاهلي، بعد العشاء مباشره هيكون في محاضره من كابتن حسام البدري للاعبين، هيواصل من خلالها الاستعداد وشرح كل ما يخص فريق النجم الساحلي في المباراه المقبله. وطبعا خلال المباريات السابقه يمكن الجهاز الفني عنده العديد من اللقطات لهذا الفريق، خصوصا ان فريق النجم الساحلي الفتره دي يمكن مستواه جيد بشكل كبير، لعب اربع مباريات في بطوله الدوري قدر انه يفوز بيهم جميعا، متصدر ترتيب الجدول
الدوري التونسي ب 12 نقطة، قدر انه يحرز 7 أهداف واستقبل هدف وحيد. ده معناه ان هم عندهم خط هجوم قوي وأيضا خط دفاع قوي، وده يمكن مركز عليه كابتن حسام البدري مع اللاعبين. فبالتالي النهاردة هيكون في محاضرة مهمة، أو هو خلاص في خلال هذه اللحظات بيبتدي اللاعبين للدخول لهذه المحاضرة الهامة جدا من كابتن حسام البدري. ده بالنسبة للبرنامج الخاص باليوم النهاردة. خليني أيضا ألفت النظر إن صالح جمعة بيأدي تدريبات بشكل جيد جدا، جاهز بشكل كبير جدا للمباراة. مفيش أي كلام أو أي أقاويل من اللي بتتردد في مصر. العلاقة جيدة جدا ما بينه وبين كابتن حسام البدري. النهارده كان في بعض التوجيهات من كابتن حسام البدري لصالح جمعة خلال المران، فالأمور طبيعية جدا. خلاص كل الفريق مركز، مفيش أي حاجة يعني تعكنن صفو الفريق بشكل كبير. كل الفريق مركز إن شاء الله إن هو يفوز أو يحقق نتيجة إيجابية على أقل تقدير في هذه مباراة. بكرة إن شاء الله هيكون أيضا في تدريب للنادي الأهلي، هو التدريب الأخير واللي هيكون على الملعب الرئيسي ملعب الأولمبي بسوسة. طبعا أكيد هيكون مران مهم جدا أيضا للكابتن حسام البدري. المران هيكون في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت تونس، 7:30 مساء توقيت القاهرة، وهو نفس موعد المباراة إن شاء الله يوم الأحد. قبل المران هيكون في مؤتمر صحفي خاص بالكابتن حسام البدري، واللي اكيد هيتكلم فيه عن هذه المباراه بشكل مفصل. لكن اكيد في النهايه بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي يا كابتن فاروق في مشواره الافريقي، وبالتحديد في المباراه المقبله. ان شاء الله نتمنى ان هم في ذهاب نصف النهائي امام فريق النجم الساحلي يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه. خليني اقول لك ان كابتن حسام البدري طالب من اللعيبه الفوز، احنا مش عايزين نتعادل. كابتن حسام بيتكلم او كلامه مع اللعيبه هو ان احنا نقدر نفوز ان شاء الله في مباراه الذهاب عشان يكون في اريحيه في مباراه العوده، وده اللي اكيد بنتمناه بشكل كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي. بمناسبه جمهور النادي الاهلي، بكره هيكون في عدد، او ان شاء الله يوم الاحد هيكون في عدد من الجمهور هيحضر هذه المباراه. الدخول هيبقى بجواز السفر، يعني كل او اي حد من جمهور النادي الاهلي عايز يدخل المدرج الخاص، هيكون في مدرج خاص في ملعب سوسه لجمهور النادي الاهلي، هيكون الدخول او المرور للاستاد بجواز السفر. وده يمكن شيء جيد وشيء يسهل الامور شويه على جمهور النادي الاهلي. متوقع ان يكون في حوالي 200-250 مشجع اهلاوي. خلينا اقول لك ساعه الملعب، ملعب الاولمبي في سوسه ساعته حوالي 12,000 متفرج، وده العدد التذاكر اللي تم طرحه بالفعل بالنسبه لكل جمهور فريق النجم الساحلي. خلينا اقول لك ايضا الاجواء هنا في سوسه في اجواء حماسيه شويه، جمهور النجم الساحلي متحمس بشكل كبير لهذه المباراه، متعصب بشكل كبير جدا لفريقه، لدرجه ان احنا لما بنخرج من الاوتيل او بنحب نعمل مثلا ناخد بعض انطباعات الجماهير هنا في سوسه لازم بيرافقنا الامن، وده يمكن شيء يمكن جيد لتامين بعثه النادي الاهلي بشكل عام. لكن ده ايضا بسبب ان هم يعني متحفزين جدا لهذه المباراه، متعصبين جدا لفريقهم. لكن في كل الاحوال نتمنى المباراه تخرج بشكل جيد، المستوى يكون جيد من فريقين كبار، ونتمنى بالاخص يكون مستوى جيد من النادي الاهلي يقدر من خلاله يواصل هذا المشوار الافريقي، ومن ثم ان شاء الله يتاهل للدور النهائي وتحقيق هذه البطوله الغاليه جدا 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 لكل جمهور النادي الاهلي. عوده لك يا كابتن فاروق. بشكرك امير. طبعا انا يعني اكيد يعني بيحبوا فريقهم، اكيد عايزينه يكسب، فبالتالي ممكن يعني يديك حته ان انت لو خرجت يعني هيحصل مشكله. لا مش هيحصل حاجه، ان الشعب التونسي شعب جميل، عنده كمان مدينه سوسه مدينه سياحيه، فعندهم الترحاب موجود، واحنا كشعب تونس حته وتواجدنا معاهم بيحبونا واحنا بنحبهم. ولكن طبعا هي مباراه بيحصل فيها حته دايما الشد والجذب ما بين الجماهير، عشان هو يهمه انه يكسب، يهمه ان انت تطلع بره المود بتاعك، بره تركيزك، فده شيء طبيعي. الامير بس ما يخافش، لكن هم ناس هناك جمال جدا الشعب التونسي. عايز اقول له يعني خبرات الملاعب تقول ان جمهور الكوره داخل الاستاد حاجه، ونفس الجمهور بره الملعب حاجه ثانيه. انت رحت كتير كتير سافرت وشفت، رحت تونس طبعا. لا لا يعني. تونس كانك ماشي في مصر. صحيح. الجزائر كانك ماشي في مصر. صحيح. يعني احنا كنا في الجزائر بره كانوا برضو في ناس تعرف يعني غاويه كده تشعل الامور، يقول لك اوعى وما توقعش مشين. انا قلت يا جماعه انا ما بحبش ده، انا همشي في الشوارع بتاع الجزائر. استقبال غير عادي طبعا. في فتره كان فيها توتر، كان فيها توتر جدا، بقت الناس تشدك من هنا المحلات والناس اللي في الشارع ويسلموا عليك حاجه بشعه. تدخل الملعب كنا هنموت في الملعب. بالظبط. ده في ملعب جزائر، في ملعب مصر، في السودان، في المانيا، في فرنسا، في كل حته. في كل حته جمهور الكره يا جماعه ساعه ما بيرتدي ثوب المشجع بيخرج عن شعوره، لكن بره عادي جدا. وجمهورنا هنا، ما احنا هنا في ماتشات اهلي وزمالك، اهلي واسماعيلي، اهلي ومصري، زمالك ومش عارف ايه،
يعني الدنيا الجمهور ده ما حدش يتكلم عليه، جمهور الكره ما حدش يتكلم عليه. صحيح صحيح. وتتعامل معاه بره القصه. صحيح صحيح. نرجع بقى تمام. لموضوعنا كلامنا عن المباراه انه خلصنا من قصه حته الرجوع انك ازاي تاهل اللاعبين مره ثانيه. هي دي بقى ده شغل الكابتن حسام انه هو يعرف ازاي خلال محاضرات فنيه من خلال تدريبات ممكن تكون جديده على اللعيب تشغله تخليه ينسى تخليه يبدا يركز. يعني في بعض التدريبات هو المفروض الكابتن حسام عارف يعني تخرج اللعيب من الحاله اللي فاتت ليبدا ينشغل بالحاله الجديده، شكل جديد لتمرين، معامله نفسيه مختلفه، عمليات ترويحيه داخل الملعب بتعرفه بقى بالورقه والقلم وعلى السبوره يعني ايه ماتش النجم، يعني ان فاضل لك خطوه عشان توصل للنهائي اللي هو اهم، يعني انك انت جمهور تونس هيتربص بيك لانه ممكن نص الجمهور التونسي يبقى معاك، يعني ده وضع طبيعي خلينا صرحاء. في ناس هناك ضد النجم الساحلي فيتعاطفوا مع الاهلي زي ما بيحصل هنا برضو. دايما بنضرب المثل علشان الموضوع يقرب بالنسبه للجمهور يعني. هنا برضو لو في ماتش الاهلي الزمالك هيبقى عايز حاجه ثانيه، ماتش الزمالك لو بيبقوا عايزين حاجه ثانيه، بعيد عن الشعارات والكلام الحلو اللي بنقعد نقوله. صحيح. لكن في النهايه هتلاقي فيه جمهور دعمك وهتلاقي نفسك يعني في وسط كان في وسط جمهورك برضو. هيبقى قليل لكن صوت جمهور واحد من النادي الاهلي ب 10,000 واحد من اي حته في اي حته في العالم يعني. وانت معاك هناك يعني حاجز مدرج لجمهورك. كابتن حسام لازم يحذر لعيبته، ودي اهم حاجه يا كابتن فاروق، الهدوء. شوف المعادله الصعبه، الهدوء مع الجديه غير الطبيعيه. دي المعادله الصعبه. ده اللي نجحك في مباراه الترجي. الايه؟ ده اللي نجحك في مباراه الترجي. بالظبط. ازاي تتفادى، ازاي تدي بكل قوه وتتفادى انك انت تاخد انذار او تشتبك او تنفعل. يعني خلي انفعالاتك دايما من بره، خلي انفعالاتك فيها ابتسامه، خلي انفعالاتك فيها هدوء، ما تنفعلش، ما تروحش على الحكم، ما تروحش على الخصم، عمل معاك فاول اهدى. ليه؟ لان انت ممكن يعني المدير الفني لفريق النجم يشتغل على قصه مباراه العوده من دلوقتي، هو عارف ان عندنا 5-6 لعيبه ممكن يشيلهم لك انذارات من دلوقتي. انذارات صحيح. انت لو شلت انذار، يعني لو لعيب خلاص مش هيلعب الماتش الجاي وشال انذار، ممكن الكابتن حسام يفكر يغيره، يبقى انا هفتقده في الملعب في الماتش ده وافتقده في الماتش اللي جاي. فممكن يشتغل عليك. انت لازم تكون حذر، تكون مركز جدا. نتيجه ماتش الذهاب مهمه جدا، ما تحطش في ذهنك ان انا لا ده انا عندي ماتش عوده، حتى لو لا قدر الله خسرت هنا هعوض. لا، التعويض ده مش مضمون. الماتش ده كانه ماتش النهائي زي ما عملت قدام الترجي، زي ما انت بتقول نازل الملعب نازل علشان اكسب. مهم جدا انك تستقر على الفرقه اللي هتلعب بيها ونفس عناصر الخبره. هتغير تغييره بتبقى في اضيق الحدود. وانت مجبر خلاص اوتوماتيك انك هتغير. اهو سعد سمير ممكن يدخل وبديل حسام عاشور. وعلى فكره بالنسبه لنص النادي الاهلي وطبقا للطريقه اللي بيلعب بيها الكابتن حسام والفكر والكره العصريه، مش بالضروره ان يكون الاثنين الديفندرات اللي هم بيموتوا نفسهم في ثلث الملعب الوسطاني. لا، انت ممكن تلعب السوليه، ممكن يلعب جميل وعبد الله السعيد. طبعا هشام محمد اساسي يعني بنعتبر ان هو اقرب بديل، لكن ده كمان في عبد الله السعيد يقدر يلعب، صالح جمعه يقدر يلعب وده مكانه، وليد سليمان يقدر ينزل يلعب، مؤمن زكريا يقدر يلعب الدور لان لعبه قبل كده في نص ملعب النادي الاهلي. فانا مش شايف ان في مشكله الحته دي. لعيبه يعني مؤمن برضو عنده روح قتاليه في نص الملعب. صحيح. وعنده قدره على انه يضغط على المنافس ويسلم ويستلم صح في مساحات ضيقه. عندك انت فرص بالنسبه للنادي الاهلي انه يعمل اكتر من بديل ويغير اكتر من تغيير ويسيطر على الملعب ويبقى كل تفكيره ان انا ازاي اجيب جول. وانت قلت كلمه في بدايه الكلام او في اخر كلامك، الفرص. نفس الكلام اللي قلناه في الماتش الاولاني، الفرص. الفرص يا جماعه، يعني كل جول بنسجله له اهميته. يعني اوعى ترجع من غير ما تكون مسجل في مرمى النجم. كره وليد ازارو كانت هتريحنا ازاي؟ رقم واحد ده خلاص كانت خلصت ولو الماتش. ولو ما كناش يعني لا قدر الله ما دخلتش كانت خلصت الماتش لانها في الدقيقه حوالي 86 او 87 خلصت. الدنيا خلصت لو ما كانتش دخلت وتردت مثلا. هو ده بقى كانت هتبقى عامله ازاي؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليها وبنتكلم في حته الفرص بجد. وانت برغم انك انت مسيطر وضاغط وراكب الماتش ومقرب من انك انت تخلص و2-1 وبتعمل اكتر من هجمه مرتده، يعني في اكتر من كوره كان ممكن تخلص بجوان، كره هشام محمد. صحيح. وعلى فكره هشام اثبت انه جاهز. جاهز ايه؟ مش جاهز بدنيا او فنيا، لا، ده جاهز انه يلعب اساسي في فريق النادي الاهلي. لعبه كابتن فاروق مش خايف، انت جاي من بره
عن نادي الاهلي على تونس على ماتش حساس وتجي لك كره هنا في التوقيت ده وتعمل دي ودي والشوط كده، لا دي شخصيه. مش خايف ككره قدم؟ صحيح. دي شخصيه. صحيح. شخصيه لعيب. مفيش حد يعمل ده، مفيش حد يبقى عنده الجرأه، بالعكس ده ممكن يتلعثم في موقف مكان زي ده. صحيح. ممكن الكره تقف تحت رجله، ممكن يبدا يبص اباص لمين واخلص من الكوره. انك تاخد قرار الشوط انت عارف. صحيح صحيح. طيب يعني توقعاتك بقى للمباراه نفسها، يعني كم في الميه بالنسبه ان شاء الله للنادي الاهلي يطلع بحاجه ايجابيه ان شاء الله في المباراة؟ لو انا شفت برضو فرقه النجم يعني مش حاسس قوي، ويا رب الاحساس ده ما يوصلش للاعيبتنا يعني، بس انا بقول لك على احساسنا احنا هنا كجمهور، يعني مش حاسس قوي انها الفرقه الثقيله اللي ممكن تخوفني. يعني فرقه النجم مش الترجي على فكره. يعني انت فرقه الترجي برضو زي ما قلنا قبل كده هنا في حلقه قبل الماتش اللي فات، قلنا الترجي فرقه دوله، لا فرقه تقيله لاعبتها في الملعب خبرات. لا لاعيبه النجم والتيم واداء النجم ما يخوفش. انا شفت الشوط الاول من الماتش مع اتحاد الجزائر، ماتش سهل جدا ما فيهوش اي ابداع من الفريقين، ما فيش عناصر تقلب الماتش، ما فيش حاجه خطيره تخوفك، ما فيش مشهد، ما فيش لعيب عامل فارق كبير عامل انجاز، وعملنا شو كبير جدا على نجمنا نجم مصر عمرو مرعي. ودي للاسف الشديد عاده عندنا احنا كمصريين، احنا بننفعل قوي بسرعه وبنهاجم قوي ونعلي قوي. يعني عمرو مرعي فجاه بالجنين اللي جابهم في اهلي طرابلس انا حسيت ان احنا قدام سواريز. انا اتمنى لعمرو كلاعب مصري يكسر الدنيا، واتمنى انه يكون متواجد مع منتخب مصر وياخد مصر لكاس العالم ويروح كاس العالم ويكسر الدنيا. لكن انا بتكلم على معالجه، ازاي يا جماعه، ازاي إيه او امتى بقى هنبدا نقيم؟ صح. الصبر. صحيح. صبر شويه. مظبوط. خلصوا الماتش من غير ما يسجلوا اهداف. الملعب الصغير انت شكلك قلقان منه. انا اعتقد بالنسبه للاهلي الملعب الصغير مش خطر بالنسبه لي انا. سيبك من الجمهور، خلاص احنا اتعودنا على الجمهور. النادي الاهلي بيتمرن في ملعب التتش، يا بتمرن والجمهور حواليه ما بيبطلش زن، سواء بيغني له او مش بيغني له، القصه مش الجمهور بيقول ايه، اللعيب ما بيبقاش مركز الجمهور بيقول ايه. صحيح. بيبقى مركز ان في دوشه وضغط حواليه، خلاص الموضوع بينتهي. فهو بالظبط كده، بعد 3 4 دقائق الليله بتنتهي. لكن الملعب الصغير قد يفيدنا انا. انا ضايق مساحات، انا مش عايز. صحيح. انا مش هناك كمان، وخصوصا هناك الماتش الاولاني. بالعكس انا اعتقد الملعب الصغير ممكن يكون مفيد بالنسبه للنادي الاهلي. فان شاء الله يعني ربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. يعني برضو عشان نقول، كنا قلنا نتيجه مباراه الوداد واتحاد العاصمه وتعادل سلبي 0-0، ودي مباراه فريق اتحاد العاصمه يعني اتلعبت في الجزائر، بالتالي الاقرب كده هي طبعا مفيش حاجه في الكوره بتقول الاقرب، لكن الوداد يعني هو فرصته اكبر طبعا هتكون مباراته القادمه بالنسبه ل زي ما انت بتقول مفيش حاجه اسمها الوداد قادر، الوداد قادر انه يغلب. يعني الوداد عفوا الوداد قادر الوداد قادر انه يغلب. خد بالك الوداد عنده القدره ان هو يغلب بره ملعبه، واتحاد الجزائر قادر انه يغلب بره ملعبه. اتحاد الجزائر فرقه كويسه على فكره. صحيح. مش تقيل. ممكن يحصل في ماتش العوده في بعض الفرق بتلعب على ملعبها خايفه ومرتبكه، تطلع بره ملعبها بتلعب اعلى. السيناريو بيختلف. صحيح. بيختلف نفسيا بيختلف. انا اسف، انا على فكره انا يعني وانا بتكلم انا خلطت حاجه، انا اتكلمت على ماتش الوداد واتحاد الجزائر على انه ماتش النجم الساحلي واتحاد الجزائر. اوكي. انا بعتذر لانه انا معلش سرحت شويه. تمام. طيب. لكن عايز اقول برضو ان الطرف الثاني، لان احنا مشغولين من النهارده بالطرف الثاني يا رب ما نكونش يعني احنا انت عايز تعرف مين اللي هيوصل للدور النهائي. بالزبط. ان شاء الله على امل بامر الله لعيبتنا تعملها ونوصل للدور، وده باذن الله تعالى. بس انا اتمنى اللعيبه ما تشغلش بده، اللعبة تكون مركزة بس على تعدي النجم الأول في, يعني. في هدفك الأول الوصول وإن تاخد البطاقة التأهل للدور النهائي، وبعد كده بقى نشوف بقى هنعمل إيه بقى في المباراة إن شاء الله النهائية اللي هتكون إن شاء الله بإذن الله. طبعا إحنا أنت عارف إحنا طالعين تاني، فبالتالي المباراة النهائية هتكون بره. تمام. أنا مش فارق معايا، أنا كل أهم ماتش بالنسبة لي ماتش النجم اللي جاي ده. صح مظبوط يا أستاذ خالد. لو ربنا كرمنا بنتيجة كويسة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيكون بطل افريقيا السنه دي باذن الله. بص انا ما كنتش عايز اتكلم بقى في حاجات ممكن تكون على الساحه ممكن تكون بتقال، لكن استضافه كابتن شادي طبعا اخويا وصديقي وهو يعني للاستاذ خالد زين رئيس اللجنه الاولمبيه السابق،
وكلام كتير جدا عن اللائحه وحقيقه النادي الاهلي في الجزئيه دي. انا مش فعلا عايز اتكلم في الجزئيه دي، لكن وجود حضرتك كناقد رياضي وصحفي ملم بكل التفاصيل والمشاكل الرياضيه في مصر لازم اتكلم فيها، خصوصا تصريحاته كانت مهمه جدا 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 وبتوضح امور كتير جدا في الساحه الرياضيه خصوصا مع اللجنه الاولمبيه. شوف يا كابتن محمد، هو للاسف الشديد هي القصه لا قصه خالد زين ولا قصه حطب ولا قصة الوزير ولا قصة كلام بيتقال، لأنه لو هي القصة كده الموضوع كان لازم يخلص من بدري. المستشار خالد زين أضاف وكشف حاجات كتير وفتح ملفات تانية إضافة للملفات اللي فتحت قبل كده. كابتن حمادة المصري اتكلم، اللي هو سامح مباشر اتكلم، اللي هو محمود أحمد علي اتكلم، اللي هو منير ثابت اتكلم، كل دور منهم رؤساء اللجان الاولمبيه السابقين ومنهم ناس اعضاء في اللجان الاولمبيه الحاليه ومنهم كابتن علي حسب الله، دكتور علي حسب الله برضه رئيس اتحاد الطايره، وسمعنا شكاوى كتير جدا. لكن واضح انه القرار انك تبقى ضد النادي الاهلي قرار عالي جدا، بدليل انه لما يطلع حد في احد البرامج يفضل يقاتل على القانون والقانون حتى ضد النادي الاهلي والقانون وبعدين لما يشعر في لحظة ان القانون هيصطدم بمصلحته الشخصية فيصرخ يقول لا قانون ايه ده؟ ايه القانون ده؟ فلما يطمن في نفس الوقت على ان القانون هيحميه برضه تاني يقول لك الله على القانون. لا ده مش قانون، ده طبق سلطة عاجبني النهاردة ومش عاجبني، ده مش قانون يا فندم. المعاملة دي مش معاملة قانون، القانون طالما هتطبقه طبقه من اوله لاخره. اصعب حاجة يعني اطلعت عليها او قريتها الفتره اللي فاتت معامله معالي وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز مع ملف اتحاد الكوره. ايه الهدوء ده؟ وايه التروي ده؟ وايه الحوارات دي؟ وايه النفس الطويل ده؟ وليه ده بتعرضه على لجنه فتوى؟ ليه النادي الاهلي من قبل ما تقرا اي حاجه باطل باطل باطل، الكلمه الوحيده اللي بنسمعها باطل ليه؟ أصله مخالف، مخالف ليه؟ أصله باطل. لا، ما ينفعش نظام فسر الماء بعد الجهد بالماء، ده مش لغة ومش حوار. حاجة قانونية بس تفسر لنا ليه باطل؟ مفيش، إنما هو باطل وأصله ما ينفعش وأصل المادة 4 وأصل المادة 5 وأصل حقوق. طب يا عم هات لنا حد حقوقي أو حد قانوني يتكلم، الكلام ده مش موجود. طب يا فندم نعرض ده على الحقوقيين، مفيش حد بيتكلم، لكن لما نيجي لاتحاد الكورة يقول لك هنعرض على لجنة الفتوى. طب ما عرضش قضية النادي الأهلي على لجنة الفتوى ليه؟ من الأول قبل ما توصل لمرحلة صدام عالية جدا ويركبك الكبر أنت والناس اللي حواليك وتبقى مش عارف ترجع. هل هو النادي الأهلي أقل من ده؟ ولا أنت حاسس التاني ومحدش يزعل، حاسس إن في ناس بتساندك من جوه النادي الأهلي فمقوي شوكتك، الكلام ده اللي أنا قلته وبقوله هفضل أقوله. يعني أنت حاسس إن في حد واقف في ظهرك فيعني واقف وقفة جامدة؟ الكلام ده مش هينفع. طب لو ثبت النهارده لكل الناس ان النادي الاهلي طلع بقى القرار فعلا ان النادي الاهلي على حق، انت هتعمل ايه؟ يعني يا معالي الوزير انت ما انتش عارف اذا كان الاهلي صح ولا غلط، مهندس هشام حطب مش عارف اذا كان النادي الاهلي صح ولا غلط، الناس ولاد النادي الاهلي مش عارفين اذا كان الاهلي صح ولا غلط. ما حدش يتحرك ليه لو هي القضيه قضيه النادي الاهلي وقضيه المبدا والقانون. طيب انت هشام حطب قال لك ده باطل، احنا من جوه النادي الاهلي ناس كتير محترمه جدا تحب النادي الاهلي طلعت قالت لا يا جماعه ما دام ده القانون نقف معاه نحييهم على ده. طب لما طلع راي من نفس المكان بيقول لك لا، من اللجنه الاولمبيه قال لك احنا على خطا، كابتن حماده المصري تمام والمجموعه كلها. طب ليه انا فضلت متمسك تمام كده ومحمود احمد علي زي ما قلنا وحسب الله وسامح باشا كل دول وخالد زين كل الناس دي. طب لما لقيت راي مخالف ورأي جديد ليه متمسك بنفس المنهج؟ ليه ماسك في نفس الخط؟ ليه مكلبش في ده؟ ليه ما بتراجعش؟ ما بتقراش الورقة التانية؟ ليه ماسك في ورقة واحدة وعمال تحفظ فيها؟ ده مشهد من المشاهد، مشهد اتحاد الكورة. المشهد التاني اللي مزعلني معلش هنكلم فيه وانا عارف ان في ناس ممكن تزعل منه، ما اعرفش بيجيبوه منين. في اصرار يا كابتن محمد على ان حد يطلع يخلق حالة مش موجودة عشان يتكلم فيها. الحاله دي ايه؟ ان يقول لك في ناس ماجوره بره وجوه وفي قناه النادي الاهلي علشان يا اما تعتم على الخطيب يا اما تتكلم على الخطيب كلام وحش. احنا هنا اه
وانا جاي اتقال لي الكلام ده. احنا لينا الشرف ان احنا ما بنجيب سيره كابتن محمود الخطيب بنقولها بشكل مميز. ده كادر لا يمكن اغفاله جوه هذا. نقولها بالطريقه اللي دايما بنقولها دبيبو يا جماعه. يعني نقولها بالطريقه اللي دايما دبيبو يا جماعه. لا يمكن ابدا ان احنا ممكن نخفي نجوميه كابتن محمود ولا اي. الخطير انه بيقول لك انه في يعني في تعليمه. حاجه غريبه جدا. في تعليمه وفي ناس بتقول لنا يا جماعه يعني مش عايز برضو يعني اسخن قوي اقول لك مين يجرؤ ومين ما يجرؤش. ما هو الناس دي لو عايز تعمل كده ما تعمل كده. يعني لا مؤاخذه لو مجلس الاداره الحالي ما زيه زي كل الناس. لو عايز يعمل فيلم زي ما كل الناس بتعمل ما يعمل. بس ده ما بيحصلش. بدليل ما احنا قاعدين اهو. ما احنا قاعدين اهو بنتكلم اهو يا جماعه على الخطيب اهو. كابتن الخطيب بتاع مصر كلها مش بتاع النادي الاهلي. بس يا اخوانا خليني اقول لحاجه كمان. انا اصل انا زعلان من ايه عشان بس ما تتوهش مني. انه كل يوم حد بيطلع يصنع حاله مش موجوده عشان يعمل حاجتين. وبعدين توقيت غريب برضه جدا يعني ماتش جدا. ولكن فقره رئيسيه كابتن. فقره رئيسيه يطلع علشان يسفه من اداره الاهلي الحاليه ويعلي في الخطيب. يا عم الله يهديك الخطيب مش محتاج تعليه من حد. يا ابني ده انت يكفي انك تقول محمود الخطيب. صحيح يا كابتن فاروق. انا والله عايز اقول حاجه. اللي عايز يفهمها يفهمها. اللي عايز يستوعبها يستوعبها. اللي عايز يقتنع بيها هو حر. انا النهارده لما اطلع اقول محمود طاهر راجل عظيم اعظم رئيس في تاريخ النادي الاهلي حقق ما لم يحققه احد. ايه علاقه ده بالكابتن الخطيب؟ انا قلتها من حوالي شهرين ثلاثه وبكررها. ايه علاقه ده بان ده محمود الخطيب؟ يا اخوانا ده رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الحالي. انتوا طب لو احنا النهارده قعدنا خلينا الحلقه كلها كلام عن الخطيب وقلنا الخطيب الخطيب الخطيب، الناس اللي بره دي تقول علينا ايه؟ مطبلطيه برضو ولا تقول علينا بنقول كلمه حق؟ لا كل واحد يقعد كده بينه وبين نفسه يظبط دماغه كده ويعرف انه مازال حته اخيره في الجزئيه دي. بس مازال انا عايز اضيف عليها بس خلص. مازال محمود طاهر رئيس النادي الاهلي. كابتن الخطيب حتى هذه اللحظه بنتعامل معاه لانه بيبو. تمام. لكن لم يتقدم رسميا للترشح لرئاسه النادي الاهلي لانه مفيش حاجه رسمي. كل ده كلام في جرايد. هو نفسه ما طلعش قال انا ترشحت وخلاص عشان نبدا نتعامل مع الموقف ده. ومن ثم احنا بنتعامل مع رئيس النادي الاهلي. انتوا مش عاجبكم رئيس النادي الاهلي انتوا احرار. انتوا عايزين الخطيب انتوا احرار. دي قصتكم. يعني ما حدش بيقرب من المسافات دي. لكن ما ينفعش يا كابتن محمد علشان انت عايز الخطيب تخلص على محمود طاهر. يا اخي ما تعالى الاثنين وانت حر. صحيح بقول لك كوادر طاهر. انت عندك كوادر ما شاء الله. ده انت ده بيبقى اولاد الايه في انديه والله بتدور على الكوادر دي. لما يكون عندك مؤسس محمود طاهر كابتن محمود الخطيب استاذ خالد مرتجي خالد درندالي كامل زاهر عماد وحيد. يعني الكوادر دي كلها الغزاوي يعني بص الكفراء كل دول ولاد النادي الاهلي كلهم ولما يقعدوا على الكرسي هنقف معاهم وندعمهم. صحيح. لكن النقطه بقى اللي انا عايز اقول لحضرتك عليها وافهم الناس فيها. وجودنا هنا في قناه الاهلي لو احنا جينا على حد على حساب حد ها ده في حد ذاته شيء خطير جدا. واعتقد ان اداره النادي او مجلس اداره المهندس محمود طاهر ترفض هذا الكلام. ده مش هيبقى في صالحه ابدا. هيبقى واضح جدا ان ده احنا بنيجي معاه وده في حد ذاته مش هيبقى في صالحه. كابتن هو في حد جه في يوم ولا في اي ساعه قال لك؟ محدش. انا والله انا مش عايز اقول بس ايه اللي حصل بالصدفه. كنت في النادي الاهلي وقابلت المهندس محمود طاهر. قلت له يا باشمهندس انت عمرك قلت لي اقول كذا وما تقولش كذا؟ يا جماعه ما احنا على الهوا طبعا. لا لا خالص وبنتكلم هو على كابتن الخطيب جداً يعني جداً يعني التركيز العالي على انك طول ما انت قاعد محمود الخطيب طبعا نجم كبير طبعا. طب ما صحيح. ما هو انا عايز اقول لك على حاجه. ما هو لو في القناه عايزين يعملوا ده ما يعملوه. صحيح. وانا حد يقول لهم بتعملوا ايه؟ مفيش حد يعني سواء بقى استاذ جمال العاصي ولا استاذ عماد الغول مفيش حد بيملى على لا يا عم دي ناس محترفه وناس محترمه وعيب عيب. لو حد عايز يعمل حاجه يعمل لك. الناس دي ما بتعملش حاجه. احنا زي ما طلع في العزاء بتاع زوجة كابتن مصطفى طبعا انا بنعزي طبعا كابتن زيزو كمان والدته ووالدة طارق مصطفى ووالدة الكابتن زيزو والكابتن شعب عبد الشافي. انما يعني قال لك ده ما فيش حد جاب سيره الكابتن الخطيب. الراجل ده اول جمله قالها ميدو حضر العزاء ورا بعضه كده المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والاسطوره محمود الخطيب ورئيس نادي الزمالك السيد المستشار مرتضى منصور ورا بعضه. ازاي يا جماعه ازاي انتوا ازاي عندكم القدره انكم تخلقوا الحالات دي وتتكلموا على الخطيب كده؟ مع احترامي ليكم عيب عيب. انتوا ده النادي الاهلي برضه. لو انت بتدعي انك اهلاوي اتكلم عن النادي الاهلي طبعا. اتكلم عن لحد ما يبقى فيه حاجه. انتوا بقولها لكم بمنتهى الصراحه والوضوح خليتونا بقينا نصين. خليتوا الناس بقت تتكلم طاهر والخطيب طاهر والخطيب. يا جماعه احنا مش في المرحله دي
ولا عايشينها ولا في تفكيرنا ولا في تفكير حد هنا. هو هل كان يجوز ان احنا نتكلم في الموضوع ده دلوقتي؟ هو كابتن خطيب بس اللي هينزل الانتخابات؟ ما في الاستاذ ابراهيم معلم لو عايز يخش وغيره وغيره في خمس وقت ما يتفتح باب الترشيح لسه ما فيش. ما اهلا وسهلا بكل اولاد النادي الاهلي. ما دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها لسه لغايه دلوقتي ما فيش باب ترشيح اتفتح. انت قلت جمله خطيره، كل الاسماء المطروحه اسماء محترمه جدا 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 وقريبين مننا جدا وبيننا وبينهم كل حب واحترام وتقدير. لكن يا جماعه محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي حاليا لو بتعتبروا ان احنا بنتكلم عنه او بنتكلم عن اللي بيتحقق في تواجده تطبيل، اهلا وسهلا بالتطبيل. بس يا جمهور النادي الاهلي بقول لكم ما تنسوش الجمله بتاعتكم على الحلوه والمره معاه. على الحلوه والمره معاه. دلوقتي جمهور الاهلي ما عادش على الحلوه والمره معاه. انا بقولها لهم اهو عشان الناس اللي بتكتب على المواقع و يعني سرحه قوي سرحه جامده او الناس اللي بتطلع في برامج التوك شو او الحاجات دي يعني. انا عارف بقى، بص انا بعد الحلقه يقول لك انتوا بتطبلوا. طب خلاص بتطبل لمين بقى النهارده؟ طيب انا بطبل الفريق، فريقنا والنادي بتاعنا. انا الصراحه ده هو ده هدفي. مين بقى مش مين؟ انا بحب هذا الكيان، نفسي طول ما انا يعني انا اتربيت فيه من وانا صغير، وانت تعرف كده طبعا وانا عندي 13 سنه طبعا. وقد ايه في وقت ما لما حسيت ان انا كنت همشي من النادي الاهلي الدموع اللي كانت بتنزل مني انت كنت موجود. فبالتالي لا، انا بحب كل التفاصيل. وعم جمعه من ايام ما كان عم جمعه الله يرحمه وتفاصيل كده كانت موجوده في النادي الاهلي. لا يمكن احنا ما فيش حد اتربى جوه النادي ده الا لما يكون عايز الكيان ده يبقى في احسن حال. وبستغرب من الحته اللي انت بتتكلم. برافو برافو عليك. اللي اتربى جوه النادي عرف يعني ايه النادي الاهلي بالظبط، مش سين وصاد من الناس، عرف يعني ايه النادي الاهلي صحيح. بس واللي بيحب النادي الاهلي يعمل ده، المصلحه العامه وليست المصلحه الشخصيه. مش نقول لك النادي الاهلي فوق الجميع؟ صحيح، هو ده اهم حاجه. طيب استكمالا بقى للجنه الاولمبيه وكلامنا، تصريحات يعني انا بشوفها يعني من استاذ خالد زين مع كابتن شادي وهو معاه هنا في حلقته، كانت بالنسبه لي انا المفروض بالنسبه للجنه الاولمبيه الممثله في استاذ هشام حطب تبقى صدمه بالنسبه لهم. الراجل طبعا انا يعني الذاكره مش هتساعدني قوي ان انا استحضر، لكن اللي انا فاكره ان الراجل ده اتكلم كلام يودي في 60 داهيه. سيبك من قصه الدكتور حسن مصطفى والاجنده، طبعا ده كلام الاجنده القطريه. الاجنده القطريه. انا اللي صادمني حاجه، انا كنت وهو بيتكلم بقول له يا سياده المستشار انت واخدنا سكه ملهاش لازمه. في تاني يوم خد بالك، تاني يوم قلت بقى حد يطلع يرد عليه؟ مفيش حد، محدش رد عليه. رحت ضرب له تعظيم سلام تاني يوم، لا برافو عليك يا سياده المستشار، طالما ما حدش رد عليك ده انت بتتكلم 100% وده كلام خطير وما ينفعش الدوله تسكت عليه. يعني اذا كنا بنتكلم في الفتره دي على الكلام اللي قاله خالد زين ده، وده راجل دوله وراجل مسؤول طبعا. ومستشار سيبك من رئيس لجنه اولمبيه، ده راجل يعني قضائي درجه اولى صحيح، قضائي درجه اولى وذو حيثيه وذو منصب، بغض النظر عن انه مشي من اللجنه ومشي ازاي والفيلم اللي اتعمل والقصه اللي اتعملت، وبغض النظر انك تتفق عليه وتختلف عليه، لكن قال كلام خطير لا يجب السكوت امامه. مش بخصوص حاطب واللجنه الاولمبيه، لا الكلام اللي قاله في 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 قضيه القطريه دي، لكن احنا في اليومين دول وفي الظروف اللي احنا فيها دي وفي الحرب المعلنه فتح تحقيق على طول. فتح تحقيق انا بستغرب لحد دلوقتي ازاي ما حدش رد، وازاي ما اتفتحش تحقيق. ازاي ما اتفتحش تحقيق؟ الراجل ده يا جماعه عنده مستندات طلعها كوارث. الراجل بيقول بالقانون وبالورقه والقلم انه موقف اللجنه الاولمبيه مخالف لدستور الدوله ومخالف لقانون الرياضه، قانون الرياضه نفسه مخالف لدستور الدوله. يعني يعني في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ اكن النادي الاهلي اصبح محصور، ازمته الوحيده والحرب المعلنه عليه عشان عمل الجمعيه على يومين، وكل اللي بيتقال ده كله قافل عينه؟ كله قافل ودانه ومغمض عينه؟ لا لا، القصه مش مجرد مش مجرد النادي الاهلي عامل جمعيه على يومين، يومين ايه وثلاثه ايه؟ طب ما الراجل قال لك لا يوجد في القانون نص بيقول على كده يا سيدي، ولا نص ولا ربع ولا اي حاجه خالص، مفيش. هم يقول لك ايه؟ لا اصل الماده الرابعه بتجيز للجنه الاولمبيه حق، يا سيدي على عيني وعلى راسي. هي ما ادتش للجنه الاولمبيه سيف تمشيه على رقاب الناس. وهو عرف يعني، احنا زمان كنا نشوف ان هي تتعمل على يوم فقط، لكن مش قانون زي ما مش قانون مش قانون وانت عملت قانون جديد ما فيهوش ده. انك تدي اللجنه الاولمبيه حق ليس معناه ان اللجنه الاولمبيه تقعد بينها وبين نفسها تطلع بنود وبعدين تبدا توزع.
تفرضها على الناس، لا مفيش قانون كده. طب انت لما تسمع كل الكلام ده وتفضل متشبث برايك، لا بقيت عند، لا بقيت خايف ان معقول النادي الاهلي بعد كل ده يكسبني. اه بس مش النادي الاهلي اللي هيكسبك، ده الحق هو اللي هيكسب. انت لو واثق في نفسك واقف على ارض ثابته وقوي، لما تعرف انك غلطان اطلع قول انا غلطان. لكن معقوله بعد كل اللي الناس قالته الناس تقول لك لا احنا بنجتمع ولا عندنا حاجه ولا في قرار بناخده واللجنه الاولمبيه تسلمت اللائحه الاسترشاديه من الوزاره؟ وخد بالك بقى عشان تعرف انه في تربص وحرفيه في التعامل مع الموقف، يقول لك احنا بصمنا. وايه اللي خلاك بصمت؟ يا سيدي القضيه دلوقتي بصمت ولا ما بصمتش؟ انت بتاخدني لفين؟ هي القضيه ان انا غلطت، كنت متوقع ان الدنيا هتمشي هاديه، اتفرض عليا حاجه ما كنتش مركز، تاني غلطت مخطئ، القضيه بقت في دي؟ لا ما دام انت غلطت شيل، لا لا عيب، ده قانون، ده قانون. يعني انت النهارده مركز فقط في انه حماده المصري بصم، ايه ده انت بصمت؟ حولت خرجت من ان وزير الشباب والرياضه اللي كل شويه بيطلع يدعي ان لا علاقه له بالحدث، هو اللي عامل القانون، هو اللي مسلمه الحطب، هو اللي بيقول له اعمل، انك انت اللي عامل كل حاجه، بسيب كل ده وبسيب التعنت ضد النادي الاهلي. الله انت بصمت يا سيدي، حولني للتحقيق، قلني من اللجنه الاولمبيه، اعتبرني شخص مجرم وعاقبني واحبسني، ادي ملف. الملف الثاني نرجع للاصل بقى، يعني خلاص حماده المصري اخطا وهنحبسه خلاص. طب بالنسبه بقى للغلط الثاني، مش هتلاقي حد يرد عليك، مش هتلاقي حد يفتح بقه. ليه؟ لانه خلاص وضح انه فيه مؤامره واضحه ضد النادي الاهلي. وعشان برضو نبقى صرحاء، ضد اشخاص في النادي الاهلي تطلع منها على النادي نفسه. يعني في ناس يعني عامله انها ضد اشخاص لكنها ضد النادي الاهلي نفسه، وانت فتحت ابواب لناس ما كناش نتمنى انها تدخل كاطراف، دخلت كاطراف وبدأوا يعملوا وعاظ، بدأوا يعملوا نصحين، وبدأوا يعملوا شطار. في النهاية النادي الأهلي أصبح قدام الناس منقسم. النادي الأهلي اللي عمره ما كان منقسم. صحيح. النادي الأهلي بقى شقين. النادي الأهلي بقى محمود طاهر ومحمود الخطيب. مش ده اللي حصل دلوقتي؟ صحيح. كارثة. كارثة. طب مين اللي عامل ده؟ الكابتن الخطيب؟ لا الكابتن طبعًا. الخطيب ما بيعملش حاجة. لا طبعًا. ما فيش بيعمل حاجة. لا طبعًا. محمود طاهر؟ ما بيعملش حاجة. مين بقى ال حوالين الناس دي اللي عمالة تعمل كل الأفلام دي ومهيجة الدنيا ومسخنة الدنيا؟ قال لك القناة تجاهلت الكابتن الخطيب في عزا. يا راجل الراجل الكابتن الخطيب كتف في كتف مع مصطفى عبده، مش هيجي ازاي؟ هو أنا مش جبت مصطفى عبده، مش هيجي ازاي؟ يعني لو أنا مش عايز أجيبه مش هاخد كاميرا كده أقول له كابتن جيبه بعد إذنك تعالى كده عشان عايز أصور مصطفى عبده لوحده. يعني وخد بالك الناس عامت على ده، ولما تتكلم يقول لك اصلهم قالوا لي هم. ما انت عارف بقى احنا كشعب برضو ما ينفعش. اه طبعا ما تبقى في تحري الدقه طبعا في حاجه خطيره زي دي، تحري الدقه. فانا بقول يا جماعه النادي الاهلي اكبر من كل ده واكبر من الثورات اللي احنا عاملينها. احنا كلامنا هنا اهو عشان يبقى واضح، تقريب. احنا بنقرب الناس، احنا بنسهل العمليه، ما بنشتمش في حد، ما بنتجاوزش في حق حد، بنقول كل الناس ولاد النادي الاهلي، سواء الخطيب محمود طاهر ده اللي مع ده واللي مع ده كلهم محترمين، بس بنقول نفكر شويه احنا بنعالج المشاكل بقى. لان في شياطين الانس والجن، مش الشياطين الحمر. والله لا والله لا، غير الشياطين الحمر. لا الشياطين الحمر دول ملايكه. اه احنا جمال. اه احنا الشياطين الحمر في الملعب. انا بتكلم على الشياطين اللي هم يعني نيتهم طبعا نيتهم مش كويسه. يعني في ظل برضه التخبط، هو مش تخبط فقط بقى مع النادي الاهلي، خلي بالك يا استاذ خالد، انت بتلاقي دلوقتي 7 اتحادات ما بتقدم شكوى للجنه الاولمبيه الدوليه، في اللجنه الاولمبيه المصريه، وده يدل ان في حاجه غلط. ادي ملف جديد. احنا سمعنا في احد البرامج لما اتفتح التليفون للناس المظلومه، لانه خلاص في حد حس انه في ظلم هيجي عليه، فوقف القانون، قال القانون ايه ده؟ فبدا يفتح التليفونات للناس بدات تشتكي. سمعنا بلاوي. الناس جابت كل اللي عندها، السرجاني، عمرو السعيد. وانا اعتقد ان موضوع عمرو السعيد ده يعني كانت فيلم هندي، مش عارف ليه حاسس كده انه نعمل ان احنا بنعاقب عمرو السعيد ونوقفه، احنا عارفين ان عمرو يوم يعني نوقفه يوم الثلاث، وعارفين انه يوم الخميس هيرجع 48 ساعه، خلي يوم
من الثلاث للخميس يا كابتن هيرجع ويبقى موجود عادي. النهارده كان في احتفاليه ليه في جوه النادي والدنيا متظبطه برضو مش بنتكلم عن اشخاص عشان ما حدش يقول تمام ماليش دعوه. انا بالنسبه لعمرو السعيد علاقتي بيه ان انا يمكن اتقابلت معاه ثلاث اربع مرات في حياتي مقابله كده صدفه بس يعني هنا او بره مفيش. لكن اللي اتعاملت معاه وهو رئيس النادي الصيد وانا عضو في نادي الصيد والله ما التقيته ولا مره جوه نادي الصيد. لكن بيقولوا انا احساسي ان زي ما يكون في فيلم معمول. في فيلم نقف النهارده يبقى احنا شوفوا يا جماعه احنا في الحق اهو حتى في نادي الصيد النادي بتاع معالي الوزير واللي هو عضو عامل فيه واللي 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 بعدين الراجل يرجع بعد 48 ساعه. لا خلينا نجمع بقى الحدوته على بعضها. ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش الحرب تعلن على النادي الاهلي علشان عمل جمعيته في يومين وننسى كل البلاوي اللي بتحصل ضد القانون وضد الدستور وضد الدوله وضد الجمهور وضد وضد كل حاجه. ما ينفعش نقعد سنين نطلع قانون رياضه به عوار لهذه الدرجه. ما ينفعش فجاه احط اللجنه الاولمبيه كانها بقت ايدي اللي انا حاططها علشان تشتغل لي زي ما هي عايزه. انا كوزاره الشباب والرياضه، يعني انت يا معالي الوزير ترضى انا حاطط قانون بطلع الدوله منه وبعدين تزرع لي اللجنه الاولمبيه؟ ايه شغل الحوا ده؟ ده اسمه شغل حوا. انا قلت هنا الكلام ده من فتره ست سبع شهور، قلت ما ينفعش تديني حاجه باليمين وتاخدها بالشمال. ما ينفعش تيجي تقول لي انا ده احنا كدوله بنطلع من الملعب وبنسلم الكلمه للجمعيات العموميه وفي اول موقف للجمعيات العموميه بتقول فيها رايها وبتحسم موقفها تروح انت ضاربها بكوع ورميها على جنب. عيب يا راجل. عيب يا جماعه ما ينفعش كده. وبقول للناس اللي بتفهم اقفوا جنب النادي الاهلي، اقفوا جنب النادي الاهلي. اقفوا جنب الحق، بلاش النادي الاهلي يا عم. سيبك من كلمه النادي الاهلي دي، اقفوا جنب الحق. الحق احق ان يتبع، ولو وقفت جنب الحق النهارده هتلاقي هو اللي واقف جنبك بكره. اوعى تقف ورا مصلحه شخصيه. صحيح. ولا ورا لقطه مؤقته. وبعدين لما يكون الهدف هو تفتيت نادي هو مسؤول عن يعني هو قاطره موجوده بتشد الرياضه بشكل كويس. مفيش حد يقدر يعني انت دلوقتي بتعمل انقسام جوه النادي او بتفكر انت ممكن تقسم النادي ده طبعا بعيد عن خيال اي حد، ولكن ايه الهدف؟ يعني بالعكس ده البطولات والابطال بيطلعوا من حساسة جدا الكيان يعني. ده جمله حساسه جدا مع الفارق طبعا يعني في ثلاث مؤسسات في الدوله ما ينفعش حد لا يكسرها ولا يقرب منها ولا يمد ايده عليها ولا بصراحه. لا جيش ولا شرطه ولا النادي الاهلي. اقول لك من الاخر. لا جيش ولا لان دول مصر. من الاخر كلام واضح وفاصل. تتفق بقى على حاجه تختلف عليها راي مش ماشي كل ده كلام جميل ووارد وعايشين وعادي احنا مصريين وبنتكلم بحريه ونقول اللي احنا عايزين نقوله، لكن الثلاث مؤسسات دول جيش شرطه وطبعا الجيش الشرطه طبعا يعني في حاله ثم النادي الاهلي برضو عشان الناس ما تقولش حاجه لا يعني كده، لكن دول ثلاث مؤسسات لا ممنوع الاقتراب او التصوير. النادي الاهلي يا جماعه مش مجرد فرقه كوره، مش مجرد فرقه طايره بتاخد بطوله ولا فرقه سله بتاخد بطوله ولا مجرد قيمه بتربيها ولا حد بتربيه في جوه النادي ازاي يبقى شخص محترم وسوي. في ناس اتربت جوه النادي الاهلي. الناس برضو مش فاهمه فاهمين نتربوا يعني في ملعب الكوره، لا في ناس اتولدت في النادي الاهلي وتربت في النادي الاهلي وتربت في وسط ناس في النادي الاهلي يمكن شافت حاجات ما شافتهاش في بيوتها. صحيح. لان النادي الاهلي فعلا زي ما اتقال هو بيتهم. صحيح. بيتهم الكبير. صحيح. فاما يبقى نادي ده كل ده النادي الاهلي. التربيه والقيمه والاخلاق والرياضه والسلوك والانضباط والمواقف المحترمه اللي كان لسه بيسردها في برنامج بتاع المهندس عدلي والاستاذ ابراهيم منيسي. كنا لسه بنتكلم على تاريخ النادي الاهلي. النادي اللي بيرسخ القيم والمبادئ والاخلاقيات، وبنقول الحمد لله ما زال النادي الاهلي بيرسخ القيم والاخلاقيات والمبادئ واقف على رجله ومستمر ان شاء الله من رايه للرايه بتتسلم الى ان يقضي الله امرا كان مفروض. اخيرا يعني هل في اي من تعليق او تصريحات المستشار خالد زين اي حاجه حضرتك عايز تعلق عليها؟ لا هي اصل خد بالك عشان تخش في التفاصيل هنكرر نفس الكلام الناس سمعته. انما انا بتكلم في ان واحد قيمه زي ده بالمعلومات اللي عنده الورق اللي عنده لما لا يستفاد منه ونتجاهله ماشي. بس لو تقفل الملف ده خالص انا بس في حاجه كررها المهندس خالد عبد العزيز قالها قبل كده وزعلتني ورجع كررها تاني. قال لك لما اخذه كده في معناه يعني النادي او الاتحاد او الهيئه اللي حد يجرؤ عليها او يتجرأ عليها دي تبقى ضعيفه وما تستحقش انها تتواجد في مكانها. اول مره في حياتي اسمع شخص مش وزير شخص يتهم المعتدى عليه ولا يتهم المعتدي. يعني يقول لك ايه؟ انت حر انت لا سوري في اللفظ يعني انت راجل عبيط عامل لك ايه؟ انت بتقول ايه؟
انت بتقول يا معالي الوزير، انت بتشتم او بتهاجم او بتنتقد الذي تم الاعتداء عليه وتقول يبقى انت ما تستحقش؟ يا دي قصه. طب والراجل اللي اعتدى يستحق ان يتواجد؟ الراجل اللي ظالم يستحق ان يتواجد؟ الراجل المنفلت يستحق ان يتواجد؟ ايه السياسات الغريبه دي؟ وايه الافكار الغريبه دي؟ وايه المواقف العجيبه اللي احنا شغالين عليها دي؟ صحيح. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. انا فعلا مش فاهم ايه اللي بيحصل. صحيح. سؤالي الاخير بقى لحضرتك، مكسب بقى ان شاء الله. خلاص بقى انا عايز كوره بقى، انا بصراحه كنت عايز اتكلم في الجزء دي. الكوره دي بالنسبه لي هي حياتي، هي حياتي طبعا يعني. ناس كتير، لكن كان لازم طبعا نتكلم على الجزئيه دي. مكسب الاهلي ان شاء الله، انت عارف طبعا ان احنا في معسكر منتخب 2 اكتوبر. تمام ان شاء الله. تمام. مكسب الاهلي وصوله للمباراه النهائيه يدي حافز قوي لمنتخبنا الوطني في الفوز بمباراه الكونغو والوصول لكاس العالم. تعالى نفصل كل ملف عن بعضه. ليه؟ لان انت هتدخل المعسكر يوم 2، او الاهلي هيرجع يوم 2، هيدخل مثلا يوم 3، اللعيبه تخش يوم 3، استحاله يدخلوا في نفس اليوم اللي راجعين فيه من الصف. سريعا بقى عشان احس ان الوقت خلص. انت يوم 8 اكتوبر هتكون عرفت موقعك ايه من الاعراب. لو ربنا اذن وكرم ان شاء الله، ان شاء الله، وغانا كسبت او تعادلت مع اوغندا، انت مش هتبقى هنا مفكر في الاهلي. لو انت خلاص قدامك فرقه تكسبها توصل كاس عالم. صحيح. فانت هتلاقي المشاعر اتغيرت والدنيا اتغيرت والدوافع اتغيرت وبقت ليله تانية خالص. انا قصدي برضه لعيبه الاهلي وهي كسبانه وراحه. ما هو مستر كوبر انت عارف هيستعين من لعيبه مصر بكام لعيب في النهايه. لكن لو قدرت لعيبه الاهلي انها حتى بره الملعب وهي تقدر تعمل ده، تدي الشحنه المعنويه للعيبة المنتخب، ده يبقى شيء عظيم وجميل جدا. هو مقصدي برضو الاتموسفير اللي موجود حوالينا. لا اكيد اكيد يعني جو مكسب. اكيد جو مكسب. انت ربنا يكرم. بس الاهلي بكره، ما هي طبعا كل ما يعتبرها نقطه. نقطه برضو يعني زي ما بقول لك، نوايا بتسند الزير. لا هتفرق ان لو رجع. ما هو خد بالك في 7 في النهايه من لعيبه النادي الاهلي في منتخب مصر، و7 مؤثرين ومهمين، ووارد ان كلهم يلعبوا. يعني بدايه من شريف اكرامي، محمد فتحي، يمكن حسام عاشور هو اللي هيبقى موقفه صعب، الوحيد اللي هيخرج. عبد الله، رامي ربيعه، سعد سمير، عبد الله السعيد، صالح جمعه، كل دول وارد انهم يتواجدوا في الملعب. صحيح. فان شاء الله بس نتمنى ان ربنا يكرمه ان شاء الله. استاذ خالد نورتني وشرفتني. الله يخليك. انا متشكر، وانا حاسس ان النهارده كانت حلقه جميل. انت موجود تبقى جميل. الله يخليك. ربنا يخليك يا استاذ خالد، نورت شرفت. يعني بعد الفاصل هيكون كلامي مستمر عن مباراه النجم، ولكن بشكل فني اكتر، مع طبعا 2 من نجوم مصر والنادي الاهلي سابقا، الكابتن محمد عبد السميع والكابتن رضا شحاته. يعني بعد الفاصل هنكون مع بعض مره ثانيه.